لدخول مباراه، تاخرنا دخول مباراه الدقيقه 27، وكان نحن بنحانه شفنا نسجل هدف، يتسجل هدف فينا من اخطاء ان شاء الله نتداركها نحن الاسبوع الجاي. هلا عندي سؤال ثاني زملائنا، طيب سؤال للكابتن صلاح، بتحكي لنا عن اللقاء بعد اذنك. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الف مبروك لنادي الاهلي، عرضك لنا بطليعه جمهوره. بدايه تلقينا صدمه بدايه المباراه صراحه، خليتنا غايبين لمده ربع ساعه ل 25 دقيقه، بعدها صحتنا كعده فرص انه ما حسنا نستغلهم، نقص الخبره بعناصر الشباب عندنا. دخلنا الشوط الثاني كذلك الامر تلقينا صدمه، ضربه جزاء انا بشك فيها انه ما صحيحه، هي اللي قلبت اللعبه كلها صراحه. انا ما بقيم الحكام، ماني محل قيم حكام ولا قيم حدا، بس انا بشك بامر. الحمد لله رب العالمين، نحن ضيعنا كذا فرصه وكنا الاميز بالفرص المحققه على الجول. الف مبروك لنادي الاهلي وهذا الكلام. يعني بفهم كلامك كابتن، يعني هدف مشروع انك تسعوا للفوز اليوم بالمباراة، يعني جايين على حلب بشكل تحت في راسكم تماما. بحق لنا نحن وين كان نفوز، نحن ارض حلب هي اول خساره من اربع مواسم، هي ارضنا ما متعودين نخسر عليها، واي مباراه هي لنا حق مشروع انه نفوز فيها وننافس فيها، وحق لاي فريق انه يفوز. كله خير. يعني كابتن ركله الجزاء تعتبر انتظار كانت او نقطه تحول بالنسبه للمنافس؟ نقطه تحول كبيره بالنسبه لصالح المنافس. نقطه تحول كبيره لصالح نادي الاهلي، نحن كنا متفائلين بروح المباراه بدنا ناخذ جوال، فجأة من ركلة جزاء ما بعرف، انا ما فيني اقيم الحكم، الله يعطيه العافيه بالنهايه، في مين يقيمه، هي نقطة تحول المباراة كلها صراحة. تمام. هل زملائنا عنده أي سؤال؟ فتح بشار عندك شيء تضيفه؟ إذا أنا بعد سؤال لقاء أهل حلب مع الطليعة وانتهى بفوز أهل حلب ثلاث أهداف مقابل هدفين. بنرحب بالكابتن ماهر بحري المدير الفني لنادي أهل حلب والكابتن أحمد شمالي. طبعا كابتن ماهر خلينا نبلش نحكي عن اللقاء. أول شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أكيد بنبارك لجمهورنا الكبير يلي ساندنا اليوم بالمباراة، وأهم شيء طبعا حصولنا اليوم على ثلاث نقاط. المباراة كانت يعني غاية الأهمية كرمال إني نحن نضل بركز الصدارة، الحمد لله الله أكرمنا يعني من خلال المباراة، باعتقادي كنا الطرف الأفضل يعني خلال المباراة، مع إنه المباراة يعني شهدت حالات فيها سخونة كبيرة لفريق الطليعة، أكيد فريق الطليعة يعني من خلال المباراة ما كان بالخصم السهل، وخاصة يعني في ظل الغيابات الموجودة عندنا اليوم، أربع إلى خمس غيابات كانت مؤثرة نوعا ما خاصة بالمنطقة الدفاعية. تأثرنا نحن يعني باعتقادي بهدفين ما كان لازم يكونوا موجودات من الأساس، كونهم يعني أخطاء بسيطة جدا. بنقول الحمد لله أهم شيء بهيك حالة هي ثلاث نقاط، والحمد لله يعني ضلينا مستمرين نحن مع فرق الصدارة. طيب قبل ما نبلش مع كابتن أحمد، حدا عنده سؤال من زملائنا الصحفيين؟ سؤال. تفضل استاذ. بس يخلي الصعب. نعم. كابتن النتيجه اول شيء صعبه، فوز صعب كانت من الطليعة، انت شعرت خاصه انه صارت اللعبه ستيب باي ستيب، يعني عم تسجلوا على السجل ما كان عم بيركض الطليعة، شعرت انه الطليعة ممكن يعمل كام باك ممكن يرجع المباراه ويقلب الطاوله على الفريق؟ هلا بصراحه خاصه مع وجود مثل عم نحكي الوضع الدفاع كان هلا اليوم نحن ما بنخفي يعني هذا الموضوع، كان في عندنا يعني نوعا ما خلل دفاعي، قدروا فريق الطليعة يستغلوا هالخلل هذا الموجود ان شاء الله. يعني هلا نحن اكيد يعني بتعرفوا انتم كلياتكم يوسف الحموي من احسن اللاعبين الموجودين بخط الدفاع، وهو لاعب مؤثر يعني بصراحه، بنقول الحمد لله يعني ادوا واجبهم اللاعبين، صار لهم فتره طويله لانهم بعيدين عن اللعب وما اخذوا فرصه زياده يعني خلال الدوري، لذلك ضروري يعني هلا بده يكون نوعا ما يعني عنده بعض الاخطاء، بس اكيد فريق الطليعه فريق ما له سهل، وخاصه بالقسم الامامي اللاعبين المهاجمين يعني محمد زين وهداف، عنده كذلك الامر الاطراف اثنين لاعبين جيدين، ما بننكر نحن هن بالقسم الامامي لاعبين جيدين، بس كمان عندهم نفس الخلل بالمنطقه الدفاعيه. بالنسبه لكابتن عبد الرزاق حسين ما بعرف شو سبب، امر خاص هذا معلش، انضباطي ولا اصابه؟ لا انضباطي. طيب هل عنده سؤال ثاني زملائنا؟ كابتن احمد تفضل احكي لنا عن النقاط. هلا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد ثلاث نقاط مهمين بارضنا وبين جمهورنا، وهو بالاخص بعد تعادلين على ارضنا. اليوم الحمد لله كان الاداء مقرون بالنتيجه، يعني ربحنا نتيجه واداء، الفريق كان كثير منيح، الفريق قدر يطبق الشيء اللي بده، يعني الشيء اللي بده اياه الكابتن،
شوية استهتار أنا برأيي، كان خطأين بسيطين كثير. استهتار كان ممكن يرجع نقطة طليعة على اللعبة، بس أهم شيء كان الفوز والثلاث نقاط كانوا كثير مهمين. وبظن اليوم مقترن الأداء والنتيجة، وإن شاء الله اللعب اللي جاية بيكون دائما بيكون الأداء مقرون بالنتيجة إن شاء الله، يعني دائما بيكون هيك مع الكادر الإداري والفني واللاعب. تمام إن شاء الله. هل عندك سؤال زملائنا؟ يعطيكم ألف عافية. يعطيكم العافية يا شباب.